السلام عليكم الناس الكل، معكم اليوم احمد كابو كالعاده في فيديو جديد، واليوم نتقابلوا في ريفيو الحاجه اخرى من عند كينغستون. اليوم باش نحكيوا على زعيم قبيله الكلاودز اللي هما الكلاود كور والكلاود وان. الكلاود كور ديجا عملنا لي ريفيو، واليوم باش نعملوا ريفيو الخوم الكبير اللي هو الكلاود 2. دونك من غير ما نزيدوا في الحديث يلا نبداو الريفيو كالعاده. نبداو بالانبوكسينغ تك تك. الكلاود 2 يجي في باكج ياسر مزيان، سيريوسلي اتس سو دوب. وسط البوكس نلقاو الكاسك بيدو، ديتاتشبل مايكروفون، يو اس بي ساوند كارد، وزوز فلور اير كابس، وجاك ادابتر باش تستعملو في الطياره، وساك صغير للترونسبور. مقارنه بالكلاود كور، الكلاود 2 يجي برشا اكسسوارات اللي يزيدوا ياكدوا على استحقاقه للزياده في السوم نتاعو اللي يجي ما بين 80 و100 دولار حسب السيت اللي باش تشري منه. ما علينا من البوكس، تو نحكي اون ديتاي على الاكسسوار بعد. بالنسبه للديزاين كيف كيف الكاسك ياسر مزيان واسيان من كلاود كور، خاطرو زايد الاير كاب هولدرز اللي مدهونين بالروج واللي يعطيو منظر ياسر مزيان، وتحسوا الكاسك بكله ماشي مع بعضه، من الهيد باند المطرزه بالاحمر الكل على الجناب، والبرش تاع الومنيوم بليت اللي تكوفري الدرايفرز واللي بالحق ياسر مزيانه، ولوجو هايبر اكس بالروج في وسطهم، والاير كاب هولدرز في الروج، والكل مع بعضهم يعطيونا حسب رايي وذوقي كاسك ياسر مزيان، وما نشوف حتى مشكل اذا كان خرجت ولبسته لبرا في الشارع ولا في الليسي ولا في اي بلاصه. وفاست ديتاتشبل مايكروفون يزيد ياكد على كلامي. بون ممكن فما شكون يقول لك تنجم تضيعه والا حكايه معناتها اخرى، اما بالنسبه لي اتس ان اوبشن واتس ويل انتجريتد سو ما فما حتى مشكل. وبالنسبه للبيلد كواليتي الكاسك ياسر طياره، خاطر ديجا مصنوع برشا من الالومنيوم، بريسك فما نقولوا 60% من الكاسك مصنوع من الالومنيوم، ممكن اقل شويه، والباقي كله هارد بلاستيك اللي يخلي كاسك ياسر ديورابل. دونك ديجا طاح لي برشا مرات وانا نصور فيه، نصور في البيرول شوتس طاح لي، ديجا نحطه في ستاند ولا حكايه يطيح ديريكت في القاعه، وديجا خبشه لا في الالومنيوم بالحق نحكي سيريو خبشه لا، وجست فما شويه فينجر برينتس دونك كي بالاستعمال حاجه عاديه، جست مسحه صغيره وجوك احلى جو. دونك بالنسبه للبيلد كواليتي حاجه اكستراوردينر. بالنسبه للانتيريور نتاع الكاسك، وهوني حضروا روحكم، ايم سو هايب يا صحابي. باش نحكي لك على الكونفور، سيريوسلي عالم اخر. الايربادز مصنوعين من الميموري فوم ومغلفين بالجلد، وبخلاف هذايا نلقاو ايربادز اخرين مغلفين بالفلور. للعباد اللي خيروا الفلور على الجلد، انا نخير الجلد على الفلور خاطر يتماشى مع جلدي اكثر، اما بصراحه انه يعطيوك ديجا نوع اخر نتاع ايربادز ويوفروا لك معناتها انه يكونوا ديتاتشبل ايربادز ويكونوا مرتاحين السبوان، ديجا بونيوس في حد ذاته. حاجه اخرى نلقاها كان في الهاي اند هيدفونز، في الهاي اند هيدفونز كيما البير دايناميك والسينهايزر والحكايات كي الكل، الشركات الكبار كي الكل، نلقاو طرف قماش يعمل سيباراسيون بين الايربادز، معناتها في الايربادز بيدهم نلقاو طرف قماش يعمل سيباراسيون بين الدرايفر وودنك، وهذه حاجه ياسر طياره اذا كانوا ذنك كبار ويمسوا في الدرايفرز، دونك ما يخليهمش يمسوا. الكلاود 2 ما يوفرش ان لاين كونترولز، اما نلقاو اليو اس بي ساوند كارد واللي نلقاو فيها كل شيء تنجم تستحقه باش تكونترولي كاسكك، من فوليوم ادجستمنت للكاسك وفوليوم ادجستمنت مع ليفل ادجستمنت للميكروفون، وبوتون اكتيف يو بي 7.1 سراوند ساوند. بالنسبه للساوند كارد، كينغستون قالت اللي هي كومباتيبل مع البي سي والماك كاو، اما ديجا جربت على البي اس 4 و 7.1 يمشي عليها، مي جوست عندك الفوليوم كنترول ما يمشيش كما تدخل السيتينغز بلاي ستيشن 4 وتبدا تبدل، دونك ماهيش حكايه ديل بريكر بالنسبه لجماعه الكونسول، اما ان شاء الله نرى سوفتوير ابجريد والا حكايه باش يولي كومباتيبل توتالمون مع البلاي ستيشن 4. حاجه اخرى ما نلقاوهاش مع الكلاود كور هي الكارينج كيس. شور ماهيش حاجه كبيره اما خير من بلاش. زاد نلقاو ايربلين ادابتر للي باش يسافر في الطياره. تويكا ليتس توك اوديو كواليتي فور ا مومنت. كل شيء قلتو على الكلاود كور ينطبق على الكلاود 2، نفس الدرايفرز، نفس الساوند فريكونسي كيما الكلاود كور. الكلاود 2 عنده بانشي لو اند يعني البيس كاسحه اما كنترولد بالباهي وما تفوتش الليفلز الاخرين. الهايس يخليو الصوت حي ويعطيو الديتيل اللازم لاي حاجه باش تسمعها، كسو سوا اف بي اس ولا اي جونر اخر نتاع جيم ولا ميوزك. زاد صحيح هو جيمنج هيدسيت، اما اي واحد يحب الهيدفون للميوزك ولا للافلام، والديزاين نتاع الكلاود 2 ما يقلقوش يعني يلقى الجيمنج فيل هكايا الكل. ننصحه من غير ما يخمم انه يشري كلاود 2، خاطر ماهوش باش يلقى كاسك خير منه يعطيك صوت
صوت خير من هكايا تحت المية دولار. الديفيرونس بين الكلاود كور والكلاود 2 لاحظوها بالانتيغراسيون تاع 7.1 سيراوند ساوند. بون بالنسبه لي جاست جيمك ونخير اني نلعب بستيريو مود ونشوف انه 7.1 جاست جيمك حاطينها جوست الماركتينغ. اما في كلكو جو كيما فار كراي وباتل فيلد تحس بالساوند ستيج يكبر وتسمع الفوت ستيبس خير. باهي اتس نوت ا جيم تشينجر، معناها ماش تبدل لي كيفاش نلعب باش تخليني نلعب خير مثلا في جو اف بي اس، اما اتس ذير اذا كانت تحب 7.1 ويعجبك معناتها الصوت نتاع السراوند ساوند اوكي موجود. وفي الاخر بالنسبه للساوند ايسوليشن، الكلوز باك ديزاين والبالانسد بريشر مع بعضهم ينحيوا برشا من الامبيانت نويز اللي بعدك. اذا تسهلني فماشي حاجه هكا خايبه ولا حاجه كتشكى منها من الكلاود 2؟ دونك ما نشوفش فما حاجه باش تشكى منها من ناحيه الكاسك، خاطر بالحق برفي من ناحيه هكية. فما جوست حكيت السوفتوير، دونك نعرفوا اللي الجيمينج هيدس تستويك معناها كلهم يجيو بالسوفتوير كسوسوا، معناها حتى في الجيمينج بيريفيرالز الاخرين من سوري وكلافي وكل الكاسك زادا يستحق سوفتوير. اذا كانك باش تستعمله في البي سي علاش خاطر تستحق حاجه اسمها الاي كيو اللي هو ايكولايزر باش تتحكم في الفريكونس نتاع الصوت نتاع الكاسك. هذه ديجا موجوده في الام اس اي دي اس 502 اللي تنجموا تشوفوا الريفيو نتاعو كي بلاصه من الفيديو. الاي كيو هذا يخليك تنجم تتحكم في الفريكونس نتاع الكاسك، مثلا تحب تزيد في البيس وقت تحب تسمع اغنى كيما جانر هيب هوب ولا تكنو. سينو اذا كنت تحب تلعب مثلا جي اف بيس تنجم تشيع في الهايز باش تسمع الفوت ستيبس بالباي. دونك هذايا فاش تنجم تستعمل الايكولايزر. سينو ما نشوفش حاجه اخرى خايبه في الكلاود 2. بون هذا الساوند تيست نتاع الميكروفون نتاع الهايبر اكس كلاود 2. الصوت اللي تسمعوا فيه هو رو من غير اديتينغ من غير حتى شيء، وبحذايا البي سي بالفنتيلاتورات نتاعو كل شيء. وهذا الصوت نتاع كلافيي معناها نتاع ديستانس حكايه تاع 30 سنتيمتر على كلافيي ميكانيك نتاعي، يعني في ظروف نتاع انك باش تبدا تلعب بيه وصحابك يسمعوا في الشات كي تبدا في سكايب ولا في تيم سبيك وكل. دونك عبارة انت قاعد تكتب ولا حاجة، يعني اشنو الصوت اللي بيش يسمعه صحابك. انا بعد ما سمعت الصوت متاع الكاسك ظهر لي سافا، يعني مش طيارة الميكرو مش خايب، اما الميكرو متاع MSI DS502 خير ببرشة. دونك بالنسبة الميكرو هايبر اكس لازم تخدم وتحسن باش تقرب للكاليتي متاع الهاي اند هيدفونز. سو باش نلخصوا ريفيو اليوم في جملة، إذا تنجم تشريه اشريه ما غير ما تخمم، معناها ماكش باش تلقى حاجة خير منه تحت $100. الكلاود 2 كاسك صوته ياسر طيارة، مصنوع باش يدوم ومرتاح ويعطيك برشا اكسسوارات يوفروا لك برشا اوبسيونات، وامبوسيبل تلقى حاجة قريبة للباكج هذايا تحت $100. يعني حتى تمشي تشوف جيمينج هيدسيتس في $150 و $200 ماكش باش تلقى حاجة قريبة للساوند كواليتي اللي باش يعطيها لك الكلاود 2. وهذاك علاش كيما خذاها الكلاود كور باش ياخذ الكلاود 2 قدام جود وورد ويستحق اكثر من الكلاود كور. كان جا عندي وورد خير راني عطيته له سيريوزمون. دونك كانت هذه الريفيو نتاع نتاع الهايبر اكس كلاود 2. كاسك بالحق ياسر طياره وننصح اي واحد ينجم يشري باش يشري. دونك ان شاء الله عجبكم الفيديو، اذا كان عجبكم حطنا لايك، اذا كان ما عجبكمش حطنا ديسلايك، وسورتو قول لي علاش باش نجم نحسن المره الجايه في فيديو. دونك ان شاء الله نتقابلوا المره الجايه في فيديو جديد. كان معكم احمد كابو، تشاو.